بناء على دعوة من سيد رئيس الحكومة المعين أخيرا من طرف جلالة الملك بعد الاستحقاقات الأخيرة، جينا اليوم. كنا جايين باش نهنيه أولا بالثقة الملكية السامية في شخصه، كانت مناسبة كذلك لتهنئته على كسب الرهان واحتلال المرتبة الأولى. وكانت الثالثة الإضافية هو أننا جينا لهذا المقر الجميل، وبالتالي تنهنيه اصدقائنا في التجمع الوطني الأحرار بهذا المكان المساعد على العمل بالشكل الحداثي الذي يتطلبه اليوم العمل الحزبي. طبيعة الحال غادي تسألوا اشنو كان موضوع اللقاء ديالنا. كانت مشاورات تمهيدية حول تصورنا للأوضاع دوليا ووطنيا، وحول ما هو مطروح بالنسبة للشعب المغربي ولبلادنا في هذا الظرف الدقيق. كانت مناسبة لنؤكد للسيد رئيس الحكومة أن ما بدلناه معا، لا حزب التجمع الوطني الأحرار ولا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تحت التوجيهات الملكية السامية خدمة لهذا البلاد، نحن في الاتحاد الاشتراكي لازلنا مستعدين لبذله وللعطاء من أجل إنجاح المشروع التنموي الجديد لبلادنا. شكراً.